اهلا بحضراتكم. الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعث برقيه تهنئه الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبه حلول راس السنه الهجريه لعام 1444. وكمان بعث الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه ببرقيه تهنئه مماثله للسيد الرئيس رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بهذه المناسبه. أيضا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. هذا اللقاء بيأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناولوا أهم التحديات التي تشهدها المرحلة والأسلوب الأمثل لمجابهتها بما يسهم في تنفيذ أداء القوات المسلحة لأدوارها ومهامها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما لديها من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم. كما أدار حوارا مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري. القوات المسلحة نظمت احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444. الاحتفالية دي كانت بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة. ألقى لواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة يضربون المثل في الصدق والإخلاص والتفاني مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حصلت على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية وأيضا المركز الأول عالميا في قطاع حوكمة المحاجر، ده خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برامجيات إيزري لنظم المعلومات الجغرافية 2022، واللي بيعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية ويتم إقامته سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية. القوات المسلحة نشرت فيديو عن احتفالها بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والارتقاء بمعايير الجودة في التخصصات المختلفة. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة،
بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمي عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة، وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة العمل الطبية، والتي توجت بالاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC لتعظيم وتكامل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة. كما استعرض مدير التعليم الطبي بكلية الطب بالقوات المسلحة إجراءات ومراحل الاعتراف، وتضمنت الاحتفالية عرض التقرير النهائي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC وتسليم شهادات الاعتراف من السيدة هيلين فيذرستون رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية. حضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة. ومن أهم الأحداث في الأخبار اللي حصلت امبارح، أيضا عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمؤتمر صحفي أمس استعرض فيه تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية اللي وجه بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة 2022-2023 واللي بدأت في شهر يوليو الحالي وصلت ل 490 مليار جنيه. قال كمان انه يتم رفع عدد المستفيدين من معاشات تكافل وغرامه من 4 مليون و100 الف اسره لاكثر من 5 مليون اسره، وده بيمثل اكثر من 20% من الشعب المصري. ولكن فكرنا في حزمه اضافيه عشان احنا عارفين كويس قوي اللي بيحصل في العالم والاضطراب الشديد والارتفاع والتضخم اللي بيحصل، ان احنا نعمل حزمه استثنائيه لمده 6 اشهر. الستة أشهر دول هيضخ فيها أموال بتصل إلى 1 مليار جنيه شهريا، يعني بنتكلم في 6 مليار جنيه في الستة أشهر. هتبقى في صورة إيه؟ إن إحنا هنتدخل هندي 9.1 مليون أسرة، أنا بأكد على الرقم 9.1 مليون أسرة، هندي رقم إضافي شهري على بطاقات التموين أو بطاقة ميزة اللي موجودة لديهم، هيقدروا يصرفوها في صورة سلع من الحزمة التموينية اللي بتتيحها الدولة. فبالتالي هيبقى في 100 جنيه إضافية بتتحط على البطاقة، يقدر المواطن اللي عنده البطاقة يستفيد منها في شراء سلع إضافية طوال مدة 6 أشهر. وطبعا إحنا وإحنا بنتكلم على 6 أشهر لأن بنأمل إن هذه الأزمة العالمية يعني إن شاء الله يعني تنقشع في خلال هذه المدة، ولكن وجدنا إن واجب الدولة إنها تدخل على هذا الموضوع وإن إحنا نتحرك ونضيف هذا الرقم الكبير. فإحنا كده بقينا بنتكلم في حزمة لوحدها بتتجاوز حوالي 11 أو 12 مليار جنيه، الستة مع الخمسة ونص في فقط في جزئين، يعني حوالي 11 ونص أو 12 مليار جنيه بيتحطوا علشان نتحرك في هذا الموضوع. طب اختيار السؤال يتبادر، طب هما 9.1 دول انتوا اخترتوهم على اي اساس؟ لان احنا عشان برضو نبقى عارفين الرقم، عدد بطاقات التموين اللي موجودة 23 مليون بطاقة. طب احنا هندي اشمعنا ل 9.1 مليون فقط منهم؟ دول تم اختيارهم الحقيقة بناء على معايير واضحة اشتغلنا عليها الحقيقة الدولة، الحكومة، وزارة التضامن، وزارة التموين، وزارة المالية، ومعنا هيئة الرقابة الإدارية، على تحديد من هم الأكثر احتياجا في ضمن الناس اللي بتاخد التموين. فتوافقنا على عدد من المعايير، الناس طبعا اللي يعني بتاخد تكافل وكرامة، اللي بياخدوا معاش ضمان اجتماعي، اللي دخولهم أقل يعني على الحد الأدنى من الدخل اللي الدولة محدداه، اللي طبعا عدد من الأرامل والمطلقات والكبار السن. يعني الحقيقة حطينا كريتيريا كاملة أو معايير كاملة وقاعدة بيانات كاملة. الحقيقة عكفت كل مؤسسات الدولة مع هيئة الرقابة الإدارية على إن احنا نبني قاعدة البيانات دي على مدار الفترة اللي فاتت.
فبقى عندنا النهاردة بالفعل بالفعل يعني نقدر نقول الكمال لله وحده، ولكن عندنا قاعدة بيانات دقيقة جدا مكنتنا ان احنا نختار 9.1 مليون أسرة دول اللي احنا هنوجه لهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر. مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقد اجتماع مشترك مع مجلس إدارة الشركات التابعة اللي بتقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتي الأهلي والزمالك، وتم تدارس مدار اليومين السابقين وضعين طبعا في الاعتبار المصلحة الأولى لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية مهمة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدى مجلس الإدارة. تم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما في هذا الشأن بشكل كامل. تؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية، وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة، أبرزها اجتماع الحكومة الأسبوعي واللي تم عقده برئاسة دكتور مصطفى مدبولي في العالمين الجديدة، واللي تم فيه متابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لكوب 27، وكمان متابعة الحالة الوبائية في مصر وموقف التطعيم ضد فيروس كورونا، كمان الموافقة على تغليظ العقوبات على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أهمها اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في العالمين الجديدة، واللي بدأوا بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. وخلال اجتماع الحكومة تم استعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27، واللي هيكون في شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي، واللي بيمثل ترسيخ مبادئ العمل المناخي وتعزيز دور مصر القيادي في هذا الملف المحوري. امبارح برضو خلال اجتماع مجلس الوزراء تم استعراض تقرير الحالة الوبائية في مصر وموقف التطعيم ضد فيروس كورونا، وكمان موقف انتشار مرض جدر القردة حول العالم وإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة أي إصابات محتملة بالمرض. وتم التأكيد على أنه عدد اللي تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات كورونا أكثر من 49 مليون مواطن بنسبة 98.7% من المستهدف، واللي تم تحصينهم بالكامل أكثر من 38 مليون مواطن. كمان امبارح وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، وده بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية. مشروع القانون الجديد بينص على حظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. امبارح برضو وافق مجلس الوزراء على مشروع إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية. المشروع بينص في مادته الأولى على العمل بأحكام هذه اللائحة في جميع المراسي السياحية الدولية والموانئ العامة السياحية والتجارية اللي بيوجد بها محطات أو أرصفة سياحية. وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو عن الجهود اللي قامت بها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وضبط العديد من القضايا التموينية. استمرارا لجهود وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم لا سيما الجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 25 طن ملح طعام مجهولة المصدر قام مالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما نجحت في ضبط قرابة 45 طن مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر داخل مخزنين بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة. تم حجب هذه الكمية عن التداول بالأسواق
لبيعها بالسوق السوداء، وتمكنت الإدارة من ضبط نحو 85 طن أقماح مستوردة مجهولة المصدر ودقيقة داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة بحوزة المسؤول عن مطحن بدون ترخيص لطحن الأقماح بالجيزة. وضبطت الإدارة قرابة 3 أطنان أقماح محلية محظور تداولها لاستخدامها في إنتاج الأعلاف الحيوانية. واستمرارا لجهود الإدارة في مواجهة جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت من ضبط قرابة 99 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها بالأقصر والقاهرة والبحيرة والقليوبية والمنوفية، وضبط 80 طن فول غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول عن شركة لتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة. ونجحت الإدارة في ضبط نحو 12 طن مسلي وزيت غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن للصناعات الغذائية بالمنوفية. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 11 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وتمثل ضرراً على الثروة الحيوانية بالشرقية والمنوفية وقنا، وضبط أكثر من 16 طن أعلاف حيوانية وداجنة منتهية الصلاحية بحوزة مسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بالجيزة. كما تمكنت الإدارة من ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ببني سويف والمنوفية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها. الإدارة تمكنت من ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية ببني سويف، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. وتمكنت الإدارة من ضبط 92 طن مواد بناء غير معلن عن أسعارها خلال حملات أمنية شنتها بالمنوفية والإسكندرية والقاهرة، تم تخزين هذه الكمية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وضبط 15 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 150 طن حبيبات بلاستيكية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالمنوفية. دلوقتي نروح مع حضراتكم وجولة في المحافظات، كمان في أخبار كتير جدا وأحداث حصلت امبارح في المحافظات، منها اعتماد مبلغ مالي كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قنا وإنشاء أول مركز للرصد البيئي في جامعة بن سويف، أيضا فوز 24 طالب من الوادي الجديد في مسابقة كانجارو العالمية والأولمبياد الدولي. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، البداية من قنا اللي تم فيها اعتماد 188,094,721 جنيه لتنفيذ 4582 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، وده بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. في الوادي الجديد أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم فوز 24 طالب وطالبة بمسابقة كانجارو العالمية في الرياضيات لموسم 2022 والأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية لموسم 2022. في أسوان بيتم الاستعداد بشكل مكثف لانطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولي للتمور بمدينة أسوان في الفترة من 8 لـ11 أكتوبر اللي جاي في دورته السادسة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المهرجان بيستهدف تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.1 مليون نخلة. في بني سويف وافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن على إنشاء مركز الرصد البيئي والحد من مخاطر التغيرات المناخية. المركز ده هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وهيتم إنشاؤه في إطار تعزيز دور الجامعة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيقاً لمبدأ الاستدامة ورؤية مصر 2030. في سوهاج نجحت مستشفى الهلال التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في إجراء 16 حالة زراعة قوقعة ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. امبارح افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط مقر دار الإقامة الجديد فرع العاصمة الإدارية التابع لمكتب جامعة أسيوط بالقاهرة،
وده بعد تسلم الوحدات المخصصة للمقر الجديد الموجود بالقرب من المجمع الحكومي بالعاصمة الإدارية، وبكده تكون جامعة أسيوط أول جامعة مصرية بتقوم بشراء مقر لها بالعاصمة الإدارية. في بني سويف بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تنفيذ حملة لزراعة 3000 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والليمون لتزيين مداخل وشوارع القرى، وده ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. في البحر الأحمر تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، وده وفقاً للتقييمات اللي نشرها موقع تريب أدفايزر، وده من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية.